ولكن لكي يعكس الدستور هذه النظرة ولا يكرس للتهميش، لابد أن التمثيل في المؤتمر الوطني لا يكون مهمشا لبعض الأقاليم أو المناطق. في كثير من الشكوى أن قانون توزيع الدوائر الانتخابية تم على وجه مجحف. لو حضرتك في كان مقترح بديل تقدم به الأستاذ صلاح المرغني والأستاذ عز المجهور والأستاذ كوني عبودة وحضرتك أيضا للمجلس الانتقالي في شهر مارس، لو تعطينا فكرة أكثر عن هذا المقترح ولماذا أصر المؤتمر المجلس الانتقالي اختيار هذا القانون الذي يبدو أنه هو الجميع مستاء منه. يعني بلاش نخوضه في الناحية القانونية فيه، ولكن ناخذ الموضوع بشكل عام كيف طرحت الفكرة. أنا أعتمد على مبدأ الثقة في 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 يعني الشارع أو الشعب الليبي. إذا ما عندش ثقة في قيادته مهما تجيب لهذه القيادة تصبح العملية ما هيش عملية سهلة. فما حصل من المجلس الانتقالي، وإحنا نقولها بكل أسف، إنه هو هذه كارثة ثورة 17 فبراير اللي هي ثورة من أعظم الثورات اللي نجح فيها الشعب الليبي فعلا في قيادة ثورة عظيمة بهذا الشكل، لم تحظى بقيادة وطنية من أول يوم، من بدايتها لم تحظى بقيادة وطنية. نكونوا واضحين، لا علاقة بالجهل فيها ولا علاقة بأشياء أخرى تناولها الإخوة، ولكن أنا أعتقد كان الإنسان يلقي نفسه جاهل أو ما يفهمش أو ما يعرفش وشاف البلد تقاد إلى جحيم اللي احنا وصلنا له اليوم، كان من باب الأولى أن الإنسان يترك الأمر، مش زي الناس اللي موجودين عندنا احنا في المجلس الانتقالي تحديدا متمسكين بكل ما يملكونه من قوة بتواجدهم بوجودهم، ولا زالوا يفعلوا هذا حتى يومنا هذا، ويحاولوا الآن يدخلوا كبديل للسفارات وللمصارف الخارجية وإلى آخره. وفي ذات الوقت باعتبارهم سلطة تشريعية ورقبية في ذات الوقت على الحكومة، لم يجرؤوا حتى على المساس بالحكومة لأنهم متورطين. يعني قاعد كل يوم وتنيك عضو مجلس يجي الوزراء يفرض عليهم في أشياء ويتكلم ويطلب ومطالب وحط واسطة وارفع وحط، يعني كان يعني ما كان الشغل قيادة، يعني ما ارتقتش القيادة إلى مستوى المسؤولية، ما ارتقتش إلى مستوى الثورة. هذا اللي قادنا للي احنا فيه. لما بنعود لسؤال حضرتك، احنا وضعنا المقترح ليش؟ لسبب واحد، لان راينا الشارع رفض الفكره من اساسها. ليش؟ لان مش لانها هي غلط، ولكن اللي اكثر منها ان هي صادره على هذا المجلس اللي هو غير اهل للثقه. وبعدين المجلس طلع ودار شكل لجنه من عنده، يعني فجاه المواطن يطلع يشوف على التلفزيون يلقى في قرار صدر، في شيء حصل، الاشياء اللي قاعد يصدر فيها خاصه التشريعيه، يفترض ان المجلس يعرضها على الجمهور اولا لمناقشتها للشارع ويشوف الراي العام، وجهه نظر النخب، وجهه نظر المثقفين في بعض المسائل، وبالتالي ياخذ القرار، والله يعدل، والله يرفع، والله يجيب. بس اللي بيحصل انه هو طلع بهالقرارات اللي اتخذها واللي هي صدرت عن جهه ما هيش معروفه حتى للشعب الليبي في ذلك الوقت. احنا حتى المجلس ما نعرفوش يلقطوه في المربيع، المجلس الانتقالي هذا ملقطينه في المربيع، وهذا عيب، وهذه واحده من عيوب الـ 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 المجلس الانتقالي والسلطه حقيقه. النقطه اللي اثارها الاستاذ محمود فيما يتعلق بمساله طرابلس والاستاذ علي طرابلس وتهميش، او اعتقد مش النقطه، الموضوع مش هنا. الموضوع انا احصر فيه ان غياب القيادة الموثوق فيها في ليبيا هي اللي خلت الشعب الليبي يذهب إلى ما نحن عليه الآن. كيف ذلك؟ أعتقد في بداية الثورة الشعب الليبي جاع وقدم ما عنده، قدموا أولادهم، دفعوا بأولادهم، دفعوا بأموالهم، نظفوا الشوارع، قاموا بدور مجتمع مدني، يعني شيء لا يتصوره العقل. ولكن فجأة بعد حادثة الشهيد إن شاء الله عبد الفتاح رحمه الله،
أراد هذا المجلس والمكتب التنفيذي أن هم يكروتوا الشرع الليبي زي ما كان يعمل القدافي ودخلونا في مشروع متاعت الحكومة متاعت 37 و40 باش يلاهوا الناس، في حين يعني بلد داخلة في حالة حرب يفترض أن تكون فيها حكومة من 4-5 وزراء 6 وزراء على الأكثر. فدخلوا البلد في دوامة وبدأ هذا يأخذ في وزراء من هنا وهذا يبعث في سفراء من الناحية الثانية. بدأ الشرع يشكك في وانحلت البلاد من ذلك الوقت. أما كشعب ليبي كان عنده قدامه قيادة نزيهة يثق فيها، لكان قبل بالستين هذا لو كان طلعوا من غات والله حتى من شارع واحد من ليبيا لكان قبل بذلك. لكن من قادنا للي نحن فيه اللي هي القيادة اللي أنا أشهد بأنها قيادة غير وطنية ولم ترتقى إلى مستوى الثورة 17 فبراير. نعم، إذن من الفراغ السياسي الذي تركوا المجلس الانتقالي والحكومة المؤقتة، ولكن الأستاذ محمود أشار إلى فكرة مهمة جدا وهي غياب الأحزاب عن الساحة وفي تعاطيهم لهذا الأمر. ما رأيك كيف كان تعاطي الأحزاب السياسية لموضوع توزيع الدوائر الانتخابية والتهميش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. زهرة خليني بس في الأول نمر على موضوع المجلس والوطنية. طبعا أنا صراحة لا أسمح لنفسي أن أزيد على وطنيتي ليبي، لكن ولست مدافع المجلس، معروف يا رب علي أني لا أدافع لا على حكومة الكيب ولا على حتى المكتب التنفيذي السابق ولا على المجلس الانتقالي. لكن في خصائص وميزات وسمات الحقيقة لأي دولة أو مجتمع يمر بنفس المرحلة اللي احنا نمر بها. كل المجتمعات مرت بنفس الربكة. أضيف إلى ذلك أن جاء تكون مجلس انتقالي، كل واحد جاي من تركينة ما هوش فريق كامل، بعض منهم لا علاقة له بالسياسة، وجدوا أنفسهم في داخل المجلس الانتقالي. تجربة طرابلس، أنا كنت موجود في طرابلس يوم 17 فبراير، الناس ما جوش من المرابيع، الناس اللي جو من طرابلس جو من محاضن الثورة، كانوا يشتغلوا وكانوا مجازفين بأنفسهم، ناس رجال أعمال، ناس مثقفين، محامين، يعني شخصيات معروفة. فطبعا هؤلاء حديثنا اليوم عن ليس عن نزاهة أو لا لا نقصد المجلس نقصد الانتقالي، نقصد إن ولكن عن إن الوضع أدائه السياسي. هل كرس لسياسة التهميش أم لا؟ هم شنو مشكلتهم السياسة ودور اللي أيضا الفكرة اللي طرحها الأستاذ محمود شمام دور الأحزاب. طيب كيف التهميش بالنسبة لنا التهميش ليس جهوي. التهميش شنو دار المجلس طرابلس؟ أنا ما ندفعش على طرابلس، شنو دار له؟ كل يعني انا بنعرف بس شنو استفادت طرابلس من المجلس، يورونا شيء. نحن فقدنا شبابنا باش يطلعوا لنا الكناسه يشيلوها السيد السايح، مش المجلس اللي حله. فصراحه الموضوع حظيهره موضوع بربك. اولا المجلس امكانياته ضعيفه، ونحن ما عندناش جيش حمد دوله مثل ما حدث في تونس ولا في مصر. وجدنا انفسنا يعني امام تحدي ضخم، والمجلس غير مؤهل انه هو يقود البلد، وما صارش نوع من المبادرة إن صح التعبير من النخب اللي تسد الفراغ. كنا يعني مؤسسات المجتمع المدني سد جزء. الأحزاب السياسية على حسب ما نعرف أنا، أولا هذه أحزاب نشأت اليوم، ما هيش حزب الوفد نتاع سعد زغلول من 1919. هذه أحزاب نشأت اليوم، جمعت أفكارها اليوم في وسط حراك سياسي ضخم. ستضع الدستور غدا. لا، مطلوب منها أنها هي تأسس نفسها، تأسس كوادرها، هياكلها، تمول نفسها، وتدخل في تنافسية سياسية. هذه النيه لو تعرضنا على أعرق الأحزاب ممكن يهدنها. أنا لا أدافع عن الأحزاب، لكن الظرف راهو ظرف صعب للغاية. على الرغم من ذلك أنا في موضوع قانون الدوائر، يا ما تكلمت الناس وصدرت بيانات وانتقدوه أكثر من مرة، ولكن الواقع اللي صاير اليوم أنا لا أدري شنو ظروف وملابسات المجلس الانتقالي، لكن كانت فيه ممانعة كبيرة جداً من نقباء في المحامين، من سياسيين، من مفكرين، من تويتر والفيسبوك. كتبوا الشباب بذلوا كل ما لديهم في نقد هذه التوزيع اللي هي قائمة اليوم. فأنا أتصور بذل. إذا كان حاجة الوحيدة اللي مستخدمتهاش الأحزاب السياسية هي السلاح، وهي مش معنية به. أنا اللي صاير في بنغازي لا أبرره، أنت عندك رأي قوله وجهة نظر سلمية، لكن تمشي تكسر ولا تستخدم سلاح من هذا لا أبرره مهما كان، لأنك أنت الآن المفروض تجلس، كان عندك أغلبية أفرض علينا. الدستور اللي سيوضح هذا، اللجنة التأسيسية ستضع النسخة المسودة نتاع الدستور، والشعب هو اللي يصوت.
تفضل سيادتك مش عندك أغلبية الليبيين يبوا فيدرالية، خليهم يصوتوا الفيدرالية وعلى عيننا وعلى راسنا ونمشي معك في الفيدرالية. الناس غالبية الليبيين يبوا لمركزية، خليهم ياخذوا المركزية، لكن تفرض رأيك بسلاح هذا طبعا مرفوض، هذا ما مرفوض على كل أنا لا أشكك، ولكن أؤمن إيمان قاطع أن الإنسان اللي يعرف أن قراراته وسياسته بتؤدي بشعب يروح. أنا موافق فيها. وبالتالي أنا وضعهم هنا في خانة أن هم لم يرتقوا حتى بوطنيتهم لدرجة أن هم يأخذوا موقف يستحق الشعب الليبي، وبالتالي كان عليهم، وأنا أقولها بصريح العبارة أمامكم هنا، أن تفسير الوحيد لهذا المجلس أنه مجلس ديكتاتوري، وخصوصا على رأس مصطفى عبد الجليل، بالنسبة لي شخص ديكتاتور بكل ما تحمله هذه المعنى من كلمة، وهو اللي أدى بالبلاد لما آلت عليه الأحوال في هذا الوضع. يعني أقولها بصريح العبارة ولا تردد فيها، مصطفى عبد الجليل ديكتاتور. نتحدث على